ضمن حركة القشرة الأرضية، هل مصر في حزام الزلازل؟ قولا واحدا، مصر ليست في حزام الزلازل، وغير متوقع دخولها في حزام الزلازل في الحقبة الجيولوجية التي نحياها، بالرغم ان احنا عندنا زلازل سواء على الحدود الشرقية شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، أو في شرق البحر المتوسط، أو حتى بعض المناطق داخل الجمهورية. على سبيل المثال زلزال 92 كان قرب الفيوم، لكن نحن لسنا في حزام الزلازل. الحمد لله، وربنا يعني يرحم الضحايا. والحقيقة ان هؤلاء يعني سواء تركيا او سوريا محتاجين كل الدعم من الدول العربية. شكرا دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. واعتقد المانيوال فعلا موجود اونلاين لاي بالظبط، حد عايز يتعرف اسمه ايه او دليل استرشادي لمواجهة كوارث الزلازل. شكرا يا دكتور.